سهلة جدا خالص. بص حضرتك اهو، وانا هطلع كام واحدة كده. تمام، فين حضراتكم؟ طلعت قد ايه؟ تمام، خلف كتير ما شاء الله. تمام، طبعا انا لازم احافظ على الام برضه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. انا قبة عثمان من قناة البستان الاخضر، دايما بشكر حضراتكم وبشكركم شكرا جزيلا على تفاعلكم في القناة عندي. ان شاء الله انا طبعا ببص لكم الفيديوهات عندي من داخل المشتل من عندي، يعني اي حاجة انا بعملها لكم من داخل المشتل من عندي بفضل الله. ان شاء الله انا اتكلمت قبل كده على الالوفيرا، صبار الالوفيرا. طبعا صبار الالوفيرا ليه طبعا استخدامات كتيرة جدا، بيستخدم فيه للجلد، بيستخدم فيه ال طبعا صبار الالوفيرا يا جماعة ليه استخدامات كتيرة جدا. يعني صبار الالوفيرا ده يعتبر كنز من كنوز الاعشاب او المواد الطبيعيه اللي احنا بنستخدمها، بتخش فيه علاجات كتير جدا للاستخدام الادمي. طب ان شاء الله باذن الله لو حضرتك عندك انت النهارده في المنزل عندك مثلا صبار الالوفيرا زي ده كده، طبعا ده الالوفيرا الاصلي يا جماعه. تمام، ده الالوفيرا الاصلي. شوف حضرتك صباره واحده بس مطلعها جنبها خلف قد ايه، كميه من الخلف. تمام، طبعا دلوقتي افضل معاد دلوقتي ان انت تفصص فيه، طبعا هي بتتنقل عن طريق الخلف وممكن تتقاصر عن طريق الورقه، بس اكتر حاجه او اسهل حاجه ان احنا بنعملها كاصحاب مشاتل ان احنا بنقاصرها عن طريق الخلف. زي ما حضرتك شايف ادي صباره ام طالع جنبها قد ايه. تمام، كل اللي حضرتكم عاملينه ده تفضلوا تعالوا معايا كده، كل ده احنا مفصصينه من جنب اشجار. احنا بنجهز طبعا في المشاتل بنجهز كياس زي دي كده. تمام، لكن انت ممكن حضرتك ممكن تعملها في قصيص مثلا، ممكن لو عندك قصيص ممكن تعمله. هوري حضرتك دلوقتي طريقه التفصيص ازاي لنبات الالوفيرا لو عندك صبار الالوفيرا، لو حتى عندك في الارض طالع خلف او عندك في كيس او في قصريه وفي مجموعه من الخلف دي، سهل جدا ان انت تشيلها بكل بساطه. تمام، ادي تمام بتيجي جنبها كده مثلا، سهله جدا خالص. بص حضرتك اهو، وانا هطلع كام واحده كده. تمام، فين حضراتكم؟ طلعت قد ايه؟ تمام، خلف كتير ما شاء الله. تمام، طبعا انا لازم احافظ على الام برضه زي ما حضراتكم شايفين. تمام، يا دوب بملش، بس اهم حاجه اكون ان انا بروي، يعني اكون رويت الصباره نفسها انا رويها. تمام، زي ما حضراتكم شايفين بس خلاص، ادي الام. تمام، دي الام اللي فضلت. تمام، دي السنه الجايه هتطلع نفس الخلف. هي على فكره طريقه الاكسار بتاعها سريعه جدا، السنه الجايه هتطلع نفس الخلف. يبقى انا خلاص انا حافظت على الام. تمام، وطلعت اكتر يعتبر من 20 خلفه. تمام، وهبدا ان انا ازرعهم هنا. تمام، زي ما حضراتكم شايفين بنزرع كده. تمام، بسم الله. تمام، زي ما حضراتكم شايفين هنخلص زراعه بقى ونرجع لحضراتكم. بسم الله، طبعا زي ما حضراتكم شايفين احنا خلصنا التمليش. تمام، او النقل شايفين، طبعا احنا عملنا مجموعه من الخلف هنا. تمام، ولسه ان شاء الله هنكمل. طيب اهم حاجه طبعا الري ادي، طبعا هو نبات بيحب الشمس، اديه مره واحده في الاسبوع بس. تمام، ميه. تمام، وميه خفافه لعند ما يبدا النبات ان هو يبدا يجدر او هو يبدا العصاره بتاعته تمشي فيه ويبدا يدي نموات ثانيه بفضل الله او اوراق ثانيه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.